اللي موجوده ما تقلش عن اللعيبه اللي هي غابت. الحمد لله يمكن احنا حضرتك احنا يمكن في خلال الشوط الاولاني المشكله اللي كانت عندنا كان في مس باص كتير، فبالتالي ما مش قادره تنهي الهجمه صح. هي دي كانت المشكله عندنا. وطبعا الجول اللي جه فينا بخطا في التمركز والرقابه، كره ثابته المفروض انا اتمركز صح اراقب صح، فطبعا جول جه فينا طبعا، وطبعا بتوفيق طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الحمد لله ان احنا رجعنا في الماتش. يمكن حضرتك لو تشوف الشوط الثاني كل التغييرات بتاعتنا هجوميه، كنت انا مركز ان انا فعلا هجيب جول، وكنا وصلنا فعلا للجول. النادي الاهلي يمكن في خلال الشوط الثاني ما راحش عندي في الجول غير كوره واحده، يعني ما فيش خطوره خالص، استحواذ اكتر في خلال الشوط الثاني. كان في عدد في زياده عدديه في النواحي الهجوميه، كان في عمق هجومي عملته، ولكن طبعا بنحمد ربنا على كل حال. ولكن انا راضي على الاداء وخاصه في الشوط الثاني، وبنحمد ربنا وبنفكر في المباراه اللي جايه ان شاء الله. كابتن، شايف مباراه النهارده هتفرق ازاي مع اللاعبين للمباراه القادمه، خاصه ان انتوا نقط قليله بتفصلكم عن المركز الرابع؟ عايز اعرف شايف ده هياثر ازاي على اللعيبه. انا لا، احنا لينا هدف. الهدف انا بشتغل عليه، انا لما ببص على اللي في ظهري انا ببص للي قدامي، ان انا ببص كل مباراه، لان انا متفق مع الاولاد ان كل مباراه بنعملها نهائي كاس. فاحنا الماتش النهارده خلص، قفلنا الصفحه دي، بنفكر ماتش انتاج الحربي باذن الله ان شاء الله بالاصرار بالعزيمه، ببعض تصحيح الاخطاء اللي هي كانت موجوده في خلال المباراه ان شاء الله. باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، وانا عندي ان شاء الله امل في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في لعيبتي ان احنا باذن الله هنعود ان شاء الله باذن الله في خلال المباراه اللي جايه باذن الله. مرسي لحضرتك، شكرا. كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع المدير الفني نادي امبي كابتن خالد متولي بعد انتهاء مباراه امبي ونادي الاهلي. عوده مره اخرى للاستوديو واستاد مصر.